حالو بريب 3 سكند تور. يونت 14 وندرز اوف ذا وورلد، عجائب الدنيا. فوكابلري دوم، دوم معناها قبة، دوم. ماربل رخام، ماربل. ذا هانجينج جاردنز، الحدائق المعلقة اللي هي حدائق بابل المعلقة. يونسكو اللي هي منظمة اليونسكو، منظمة الثقافة العالمية يونسكو. words and meanings، الكلمات والمعنى. منارت، منارت معناها مأذنة، تعريفها a tall thin tower، عبارة عن برج طويل ورفيع. number two monument، monument يعني أثر. something that is built to remind people of an important event or person، عبارة عن شيء بيتم بناؤه لتذكير الناس بالأحداث أو الأشخاص المهمة. words and objects، الكلمات والعكس. ancient قديم، ancient. modern حديث، new جديد، الاثنين بيكونوا مع عكس ancient. special خاص، ordinary عادي. special ordinary. الجزء اللي بعد كده عندنا في unit language notes اللي هو الوظائف اللغوية. عندنا النهاردة كلمة wonder، wonder هنتعرف عليها مع بعض بأكتر من معنى. المعنى الأول كلمة wonder noun، اسم بمعنى عجيبة، وده اسم يعد، ممكن تجيلي مفرد ممكن تجيلي جمع. wonder wonders. the internet is one of the world's modern wonders، الانترنت واحد من عجائب الدنيا الحديثة. هنا جات لي كلمة wonder مفرد، وفي في المثال بتاعنا جات لي wonders جمع. number 2 عندي كلمة wonder برضو هتجيلي noun، بس المرة دي noun uncountable noun، اسم لا يعد بمعنى اعجاب او دهشة. when I visited the pyramids I stood looking at them in wonder، عندما زرت الاهرامات انا وقفت انظر لهم او ابص لهم باعجاب او بدهشة. هنا كلمة wonder uncountable noun، اسم لا يعد. number 3 عندي كلمة wonder لو جات لي verb فعل بمعنى يتساءل او يسأل نفسه. we all wonder how the world will be in 2050، كلنا بنتساءل ازاي هيكون شكل العالم في 2050. يبقى هنا wonder بمعنى يتساءل او يسأل نفسه. اخر معنى معانا لكلمة wonder برضو verb بمعنى يتعجب. I wondered that she cried when she knew about her success، انا تعجبت عندما رأيتها او شفتها بتبكي عندما علمت بنجاحها. او wonder دي هنا بمعنى تعجب او اندهش. جرامر هتكلم على the present perfect passive، هتكلم على المبني المجهول في زمن present perfect المضارع التام. for هيبقى عامل ازاي؟ object مفعول have or has plus been plus past participle التصريف التالت للفعل. ممكن احط باي في الجملة بواسطة وبعد كده subject الفعل بتاعك. احنا عارفين ان اي جملة في انجليزي بتتكون من active or passive، من المبني المعلوم او المبني المجهول. active يعني الجملة بتاعتي بتتكون من subject فعل verb plus object. لو انا عايز اتكلم على الباسيف هجيب الجملة بتاعتي من الاخر للاول، object بعد كده هيكون عندي verb to be وبعدين plus past participle التصريف التالت للفعل زي ما هنتعرف مع بعض. examples number 1 الجملة بتاعتي بتقول they have painted the house، هما بنوا هما اسفة بيضوا البيت. الجملة بتاعتي هنا active، عرفتي منين؟ تبتدي بسبجكت بالفعل، they subject have helping verb painted main verb the house object. طب انا عايزة احول الجملة بتاعتي من active لpassive، هبتدي الجملة بتاعتي من الاخر للاول، هبتدي the house object. الجملة بتاعتي زمانها present perfect مضارع تام، يعني هستخدم verb to have، have or has. بعد كده هجيب been verb to be او التصريف التالت من verb to be، وبعد كده هجيب الفعل الاساسي بتاعي في التصريف التالت بتاعه. يبقى هقول the house have been painted، وممكن احط boy والفعل او ممكن محطوش boy they، هو ده الفعل بس ما ينفعش ان انا انزله زي، هحوله لضمير مفعول اللي هو them. example number 2 I haven't washed the dishes yet، الجملة بتاعتي active
تتكون من verb subject verb and object، والجملة بتاعتي negative منفية. طب أنا عايزة أحولها من active ل passive، هحافظ على النفي بتاعي مش هغيره، هبتدي بال object المفعول the dishes، verb to have haven't عشان دي جمع، بعدين هستخدم been، والتصريف التالت من washed yet هنزلها زي ما هي the dishes haven't been washed yet، الأطباق لم تغسل بعد. المثال اللي قدامي ده هستخدم العكس، عندي الجملة بتاعتي passive هحولها لأكتف، بيقولي the prize has been won by a 15-year-old boy، الجائزة تم الفوز بيها بواسطة ولد عمره 15 سنة. طب الجملة بتاعتي زي ما قلت passive، انا عايز احولها من passive لأكتف، يبقى هبتدي بايه؟ هبتدي بالsubject، بعد كده verb to have، والتصريف التالت للفعل بتاعي والobject، السبجكت بتاعي دايما هيكون بعد كلمة boy، يبقى هقول a 15-year-old boy، verb to have اللي هو has، وبعد كده التصريف التالت من when won a prize. Thank you and goodbye.